حياكم الله مشاهدينا الكرام في أبرز أخبار الاقتصاد. قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم إن سعر صرف الدولار سيكون ثابتا في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 ولا تغيير فيه. وذكر ناظم أنه حتى لو ازدادت أسعار النفط فإن مشكلات كبيرة ستبقى إن لم تكن هناك إدارة جيدة للموارد المالية المقبلة من تصدير النفط الخام. وذكر أن هناك نوعا من الازدياد في الاحتياطي الأجنبي، إلا أن وفرة مالية نتيجة العجز المتراكم، وبالتالي هناك وفرة مالية، فإن أي زيادة مالية ستحاول الحكومة من خلالها سد العجز بها والسيطرة على الاقتصاد وجعله حركيا متطورا على وفق قوله. أكد ديوان الرقابة المالية في العراق أن تغيير السن القانوني للتقاعد وجائحة كورونا قد أثرا في أعداد الحسابات الختامية في موازنة عام 2021. وقال رئيس الديوان رافال ياسين أن تغيير السن القانوني للتقاعد من 63 إلى 60 عاما أثر في عمل الحسابات الختامية وتسبب بفجوة بسبب حالة كثير من الموظفين الخبراء والأكفاء على التقاعد، مؤكدا أن جائحة كورونا هي الأخرى أثرت في التزام الموظفين بالدوام وإعداد الحسابات الختامية للوزارات وخطة عمل الرقابة المالية. هذا وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت من قبل أن البرلمان ووزارة المالية لا يعرفان مصير الحسابات الختامية لموازنة عام 2021. أصدرت وزارة الزراعة توجيها إلى التجار لمنحهم الموافقات لاستيراد محصول الطماطم بحسب الخطة لدعم السوق المحلية. وذكرت الوزارة أنها قررت منح التجار موافقات الاستيراد لمحصول الطماطم وبكمية 1000 طن لكل إجازة، مؤكدة أنها حصرت دخول المحصول عبر منافذ أشلانشا والشيب وزرباطية، في حين ألزمت التجار بضرورة وصوله بالمدة الزمنية المحددة. وسبق أن حذرت لجان البرلمانية من فوضى الاستيراد وغرق السوق بالمحاصيل المستوردة، وهو ما تضرر به المنتج المحلي. كشف موقع اكسبكشن العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم أن أربيل أعلى في تكلفة المعيشة من محافظة سليمانية بنسبة 26%. وقد جاء في أحدث تصنيف للموقع للعام 2021 أن ما يدفعه السكان في أربيل من مبالغ على الطعام أعلى بنسبة 18% مما يدفعه السكان في السليمانية. تبلغ قائمة طعام الغذاء الأساسية في الحي التجاري في أربيل أكثر من 15,000 دينار، في حين تبلغ تلك القائمة في السليمانية نحو 11,000 دينار للشخص الواحد. وذكر أن سكان أربيل يدفعون على السكن أعلى بنسبة تصل إلى 55% مما يدفعه السكان في السليمانية، وأن سكان أربيل يدفعون على الملابس أعلى بنسبة 76% مما يدفعه سكان السليمانية. قال المتحدث باسم سياحة السليمانية أرام شواني إن أكثر من 750,000 سائح توجهوا إلى المحافظة في العام الحالي. وأضاف شواني أن ما يقرب من نسبة 95% من السائحين هم من مناطق الوسط والجنوب. وتوقع شواني أن تصل إيرادات المحافظة من القطاع السياحي في الأشهر الثمانية الماضية إلى أكثر من 150 مليون دولار. هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 1% بعد إعلان السعودية خفض أسعار النفط المصدر إلى المشترين في قارة آسيا. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر تشرين الثاني المقبل بنسبة تصل إلى 71 دولارا و56 سنتا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الأمريكي لشهر تشرين الأول المقبل 68 دولارا و33 سنتا للبرميل. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أنها ستخفض أسعار النفط المباعة إلى آسيا بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل. نهاية أخبار الاقتصاد، تقبلوا تحياتنا من الرافدين.